فوائد بنك فيصل الإسلامي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوائد البنوك الإسلامية يعني كما ذكرنا قبل ذلك، المجامع الفقهية المعاصرة التي تجتمع، وأنا عايز بس أعرف المشاهدين إيه المجامع الفقهية المعاصرة. هذه المجامع يجتمع فيها علماء الأمة من الفقهاء والعلماء مع المتخصصين، مش من مصر بس، لا ده من العالم الإسلامي بكامله، وتعقد دورة كاملة لمدة 3 أيام لمناقشة عدة ورقات عمل. نعم. فمثلا المناقشة في هذه الدورة المنعقدة يكون فيها علماء من كل البلاد الإسلامية يناقشون في هذه الورقة في 3 أيام أو أكثر أو أقل، هل البنوك الإسلامية جائزة أم ليست جائزة، وما الضوابط لها. فالمجامع الفقهية المعاصرة جوزت البنوك الإسلامية على شرط أن تكون لها لجان شرعية قائمة عليها. وبالتالي نحن أنا أتبنى هذه الفتوى أن هذا من الأمور المعاصرة التي إيه التي يعني من نعم. مما استحدث في هذا في هذا العصر. يا دكتور الوقت داهمنا وبارك الله فيك، ربنا يبارك أنا فيك، أحب تفصيلك وتأصيلك، أنا تأصيلك في الأمور، جزاك الله خيرا.